حضرت. كنت مبسوطة وسعيدة جدا لأنه مركز يعني تكريم قد مكانته بمكانة المركز الكاثوليكي عندنا. احنا بنحترمه جدا وبنحبه ومقدره، وهو من أقدم المهرجانات في مصر. والستيج ديت أنا جيت فيها وأنا عيلة صغيرة، ولما خلفت ولادي كانوا صغيرين بيطلعوا معايا برضه يجروا كده معايا أنا ونور سارة ومي. فالستيج ليها ذكريات كتير عندي، بس بصراحة وأنا قاعدة لما قالوا جائزة الرياضة اتخضيت لقيتها كبيرة أوي عليا. فأنا بشكر المركز الكاثوليكي وبقول له إن النهاردة بالجاي بالتكريم ده رجع شوية ذكريات كبيرة أوي عندي لحد دلوقتي. حضرت أقوى موقع فني في مصر.